السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في منوعات ريحانة الجنة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ده الجزء الثاني إن شاء الله من تجهيزات رمضان، هنعمل فيه كذا حاجة. أول حاجة هنبدأ بيها إن شاء الله هو تخزين البصل. أنا بجيب كمية من البصل زي ما انتم شايفين كده، بقشرها وبغسلها كويس جدا، وهنعملها مع بعض ان شاء الله. هقطعها وهفرمها في الكبة او ابشرها بالمبشرة او تقطع بالسكينة، الطريقة اللي بتريحك. وبحطه في كيس وبشيله في الفريزر، ده بيبقى جميل جدا، بينفعني في رمضان بحتاجه للمحشي او للاكلات العادية بتاعتي، وبرضه بيوفر معانا الوقت. كده البصل بتاعي بعد ما فرمته في الكبة اهو بيديني الشكل ده. هفضيه في الكيس، هجيب كيس وهفضيه فيه برضه زي ما عملنا مع بقية الحاجات. كده خلاص انا عبيته في الكيس اهو. برضو زي ما قلنا قبل كده بفرد الحاجة بتاعتي في الكيس عشان ما تاخدش مكان في الفريزر، وبشيله برضو بستخدمه في اكلاتي وفي كل حاجتي. ونشوف مع بعض تاني حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة. تاني حاجة معانا النهاردة في الفيديو بتاعنا الحاجات اللي هنخزنها، هجيب خضرة اللي هي شبت وكزبرة تحط في المحشي. هجيب كمية مقدار مناسب، يعني براحتي اجيب 3 حزم 4 حزم 10 حزم براحتي حسب استهلاكي. وبنضف الخضار وبغسله كويس جدا، بنقعه في ميه شويه كتار وبغسله كويس جدا وبسيبه لحد ما بينشف زي ما احنا شايفين كده اهو. وبعد كده بقطعه، انا مجهزه حبه عندي مقطعاهم اهو، انا بقطعه كده اهو زي ما احنا شايفين، حتت صغيره قوي ناعمه. وبشيله في الكيس برضو زي ما احنا شايفين في الكيس بتاعي اهو، هربط الكيس من فوق كده بحيث ان يبقى فيه مجال ان انا افرد الكيس بتاعي اهو. برضو وهفرده كده زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، وهشيله في الفريزر وهيطلعه وقت الحاجة. بستخدمه في المحشي بيبقى جميل جدا، ممكن استخدمه في الشكشوكة او في العجة برضو بيبقى حلو جدا. لو بعمل يعني صينية بطاطس باللحمة بحط فيها رشة بيبقى حلو قوي برضو، وفي ناس بتحب تضيفه على بعض خضار بيبقى زيه زي الطازة، بس اخرجه وهو متجمد واضيفه على طول على الاكل، ما سيبوش لحد ما يفك وبعدين اضيفه، لا وهو متجمد بحطه في الاكل بتاعي بيبقى جميل جدا. ونشوف تالت حاجة مع بعض معانا النهاردة. تالت حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة تفريز الطماطم. هجيب اي كمية من الطماطم براحتي، الكمية مفتوحة قدامي، وهغسلها كويس جدا وهنضفها وهقطعها حتت وهضربها في الخلاط وهصفيها. وزي ما شفنا في باقي المكونات هحطها في الكيس وهشيلها في الفريزر، وهنشوف مع بعض بعد ما اضربها في الخلاط. ادي الطماطم بتاعتي بعد ما خلصتها ضربتها في الخلاط وصفيتها وحطيتها في الكيس زي ما احنا شايفين. بعمل اي كمية براحتي كبيرة، مفيش مشكلة، بتشال في الفريزر بتقعد كتير، بخرجها وقت ما بحب استخدمها قبلها بشوية، وممكن احطها متجمدة على الخضار برضو مفيش مشكلة، بستخدمها في المحشي وفي الخضار وليها استخدامات كتير جدا، بتوفر معايا وقت ومجهود كبير. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.